السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. حياكم الله الشيخ يونس عثمان. نعم. أنت موالي لآل البيت. إيه يسامي، أنا أعرفك يا صياد. وأنت تخشى أن أصطادك؟ لأنك أعرفك تماما يا حبيبي. طيب لماذا تشيعت؟ والله إن الحق واضح مع الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا لا، هذا لا تتجاوز، انتهى. أفا هرب وأغلق، هرب وعرفتك يا صياد وهرب وأغلق. لا إله إلا الله، تشيعوا من أجل المال. نقول لكم إن أمثال هؤلاء إما تشيعوا بجهل ولم يبين لهم أحد الحقيقة، وإما تشيعوا من أجل الأموال الإيرانية. اللهم دعوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.